اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوني النهارده جايه لكم فيديو جديد مشتريات عنها الجهاز ان شاء الله. بتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات اللي انا بقدمها، ان انتوا تكونوا عارفين الاسعار وكده. بس في الاول قبل ما ندخل في الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه بالضغط على الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. اول حاجه جبتها هي خلال السنان دي، هي يعتبر حاجات بسيطة بس بجد بتفرق. خلال السنان دي فكرتها عجبتني، ان هي عبارة عن خيط للسنان، وكمان الجزء اللي تحت زي خلة سنان عادية جدا. سعرها كان حاجة بسيطة جدا، كان سعرها 8 جنيه بس، بتجيبيها من عند اي صيدلية. بعد كده جبت الفازلين ده. الفازلين انا بحب الفازلين ان انا استخدمه في الباديكير عموما، ممكن اخد منه شوية واحط عليهم لون طعام واحطهم على كعب رجلي كده، وكمان بستخدمه ان هو احطه حوالين الجلد الميت اللي عند الضوافر، بيساعدني ان هو يشيلها بطريقة سريعة جدا، فهو حلو. كان سعره 13 جنيه بس. بعد كده جبت صابونة زيت الزيتون دي، لان بحب صابون زيت الزيتون جدا، سواء لوشي او كمان لشعري، بيساعد ان هو يشيل القشرة، وكمان بيخلي حب الشباب ان هو يخف جدا. سعرها 5 جنيه، فحلو ان انت تجيبي وتعيني منها. اول مرة اوريكم هدوم، بس انا حبيت ان انا اشارك معاكم. انا بجيب البيزك اللي احنا بنلبسه على الجيبات وكده، او تحت الجرد او كده، احسن من الشميز عموما. دي عبارة عن فالينا رجالي. دي بتشتريها من عند اي محل بيبيع غيارات او كده. انا جبت النوع ده، هو اسمه فورما، طلع حلو قوي، سعره كان 80 جنيه. جبت بلوستين، واحدة لونها اسود علشان يعتبر اللون الاسود ممكن تقدري تلبسي فوقيه كل الوان الجاردن اللي عندك، فبيبقى عملي جدا معاكي في الشتاء. كمان انا جبت اكبر مقاس اللي هو 3X عشان يكون واسع عليا ويبقى مريح، حتى بيكونوا مريحين في الجامعه بتاعتك، لان اغلب البضاهات اللي بتكون زي دي البناتي بتكون خفيفه ومش بتكون حلوه، فده قماشته حلوه قوي. وكمان جبت اللون اللي هو الرمادي ده، محبتش ان انا اجيب لون ابيض، لان بحس ان اللون الابيض في الشتاء يفضل ان هو يكون بيزك صوف. بس دي كان الفكرة بتاعت النهاردة، ان انا اوريكم البيزك دول بنشتريهم منين وعبارة عن ايه اصلا. بعد كده بقى اشتريت المج ده. المج ده ليه قصة معايا كده. انا كنت حابة ان انا اجيب مج بحيث ان انا احط مثلا فيه اي مشروب سخن واخده معايا الجامعة، ويكون سهل معايا في التنقل وكده. فانا فكرت ده ان هو كده، لان اللي كان في المحل قال لي ان هو بيحتفظ بالحرارة. هو الصراحة حلو، بس المشكله في الفتحه دي علشان تشربي منها، وانا ما خدتش بالي خالص وانا بشتري. هو من جوه ستانلس كده، مساحته كبيره، مساحته 390 ملي، فيعني يعتبر زي مج كبير قوي. والحبيته فيه الجزء اللي تحت ده عباره عن فوم، علشان لو انت حطيتيه على خشب او حاجه من غير كوستر، هو بيحفظ الحراره، بيحفظها ممكن نقول نص ساعه، اكتر من نص ساعه بيبدا ان هو يبرد. فهو حلو ان انت تحطي فيه حاجه سخنه وتكوني بتعملي اي حاجه في الشقه هتلاقيها ان هي سخنه. بعد كده بقى جبت الزيت ده. انا من الناس اللي بحب الزيوت الجاهزه، يعني بدل ما اشتري زيت جوز هند مثلا وزيت زيتون وزيت خروع واخلطهم مع بعض واحطهم على شعري، بحب اشتري الزيوت الجاهزه دي واعمل بقى حمام زيت. ومن الزيوت دي هو زيت دابر املا، هو قوامه تقيل شويه بس انا بحبه جدا في حمام الزيت. بس مش بفضله ان انا احطه مثلا بعد الدش ويبقى على شعري، لان انا كنت قلت لكم قبل كده انا مش بحب قوام الزيت في شعري، فانا بحبه بس في حمام زيت. وكان سعره حلو، كان سعره 28 جنيه. بعد كده جبت الزيت ده من سانسلك. سانسلك يعتبر الزيت الوحيد اللي انا ممكن احطه على شعري بعد ما اخد الدش. اشمعنى؟ لانه زيت خفيف جدا وريحته تجنن، بتخلي ريحه الشعر حلوه قوي قوي قوي. وبالذات الزيت ده انا اول مره ان انا اشتريه، طبعا هعينه لجهازي وممكن اشتري منه واحده تانية ليا حاليا، ريحته تجنن. دي بالافوكادو وزيت الزيتون للشعر التالف، فانا جبته. انا على طول بجيب اللي هو لتطويل الشعر، بس ده بجد كانت ريحته هايله، بتحسي ان انتي حاطه سيرم على شعرك. بعد كده بقى جبت الشامبو ده. ده كان سعره 45 جنيه، شامبو جونسون. انا من الناس اللي مش بفضله قوي، بس بحس المواد الكيميائيه اللي فيه مش كتير، فبحب ان انا كل فتره افصل بين شامبو والتاني ان انا استخدم جونسون. فقلت ان انا اشتري واحدة وان انا اسيبها عندي عموما، وان انا ابدل مثلا لو هجيب كمان 2 شامبو او حاجة افصل بينهم كل شهر علشان شعرك ما يتعودش عليه عموما.
بعد كده بقى نيجي الحاجات البسيطة الصغنططة، هو الشمع. انا بحب الشمع جدا، فلقيت الباكت ده وكان سعره 10 جنيه. هي حجم الشمعية صغير، انا جبتها علشان لونها الصراحة ان هي لونها احمر، بس طلع ان هي مش ليها ريحة. هي الشمع ده يعني من مميزاته ان هو ممكن تحطيه فوق المية لو انت مثلا مالية البانيو او انت عاملة جو رومانسي، فهو هيبقى حلو قوي معاكي، بس ملهوش اي ريحة. نيجي بقى للتوك. انا مش جايبه توك كتير، هما الاستكين دول هما قطيفه. انا حبيت الوانهم لان الوانهم مناسبه للبيجامات الشتوي بتاعتي، جبت اللي هي اللون البينك واللون الاحمر، حلوين قوي والكواليتي بتاعتهم كويسه، وكان سعر الواحد 5 جنيه. بعد كده جبت التوكه اللي هي القلوب، دي بنس عاديه ممكن تتحط في جنب الشعر او من ورا، فهي شكلها عجبني فهي حلوه قوي، وكان سعرها 10 جنيه والكواليتي بتاعتها برضو كويسه. نيجي بقى لحاجة أنا كنت عايزة اشتريها قوي، كنت بشوفها على النت دايما، هي الست ده من عبارة عن مساج رول وكمان الكليننج باد بتاعة الوش. أنا جايباها من ماركة أبو يوسف، دي أنا كنت جبت منها قبل كده طقم الفرش اللي كان ب30 جنيه وفرشة براية الأقلام سوري. فهي الشركة دي الصراحة كل الحاجات اللي أنا جبتها من عندهم كانت حلوة قوي، فهي الكواليتي بتاعتهم حلوة اصلا، يعني بجد شركة محترمة واسعارها رخيصة. الست ده انا كنت شارياه ب45 جنيه، طبعا انا كنت عاملة لكم على الانستجرام منشن للصفحة اللي انا شارياها منها. اولا هي الجزء ده عبارة عن شعر ناعم قوي، وكمان الجزء اللي ورا السيليكون بتاعه برضو ناعم، فهتكون جنتل جدا للوش بتاعك لو انت بشرتك حساسة كمان. وبالنسبة للمساج رول، الاحجار بتاعتها حلوة وكمان عملية ان انت تعملي مساج لبشرتك. في فيديو كنت عاملاه للمساج وكده ازاي تعمليه بنفس الأداة دي، ومنزلها على الانستجرام، فحاولوا ان انتوا تكونوا متابعيني على الانستجرام لان بنزل حاجات كتيرة جدا. اللي حبيته ان هي كمان مش متينة، لا الكواليتي بتاعتها كويسة جدا، فبجد حلوة. يعني انا هستخدم تقريبا الرول بتاعة المساج حاليا. وبس دي كانت مشترياتي النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.